حلقة جديدة من برنامج المنصة نناقش فيها ما جرى في عدن وتداعياته. تمرد مسلح أم انقلاب أم ماذا؟ بغض النظر عن التوصيف إلا أن ما حدث يؤكد أن اليمن الذي نعرفه لن يبقى على حاله القائم بعد ما حدث. السقوط الثاني للشرعية وللدولة اليمنية خلال أقل من 5 سنوات سيبقى يلقي بأثره على حياة سكان هذه الجغرافيا والجوار على مدى سنوات قادمة. الرئاسة والحكومة والبرلمان جاءت تحركاتهم بعد 10 أيام تقريبا مما حدث، وتباينت الآراء حول تقييم تعاطيهم كمؤسسات دولة مع الأحداث. كيف تلقى اليمنيون هذه الحادثة؟ وكيف يقيمون أداء السلطة الشرعية في التعامل مع إسقاط عاصمتها المؤقتة؟ وكيف ينظرون للمستقبل على ضوء هذه المستجدات؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في حلقة هذا المساء من برنامج المنصة. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. وضع غير مستقر وحالة فلتان أمني وفوضوي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ 10 أغسطس الجاري. يقتل الحوثيون أبو اليمامة ويعترفون بصريح العبارة، وبدلا من أن تتجه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات إلى جبهات قعطبة ومريس وكرش، توجهت إلى معاشيق، وفي الطريق مارست مختلف الانتهاكات بحق البسطاء من العاملين والنازحين. انقلاب عسكري أو تمرد مسلح هو في الحالتين يتمدد بدعم التحالف وسلاحه وتحت إشرافه. وضع مؤسف خلط الأوراق وقمع فرحة اليمنيين بالأضحى، ومر العيد كأحد أيام الوجع. حالة من الغضب تسري في الشارع اليمني نتيجة تخاذل الشرعية الضعيفة والمختطفة، ومعها اتجهت الأنظار إلى مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها أملاً في قرار أو خطوة يمكن أن تهدئ من روع الشعب الموجوع. أنا عايش في عدن، غياب مؤسسات الدولة، غياب وجود الدولة، عدم حضورها بالشكل الصحيح، يعني 5 سنوات ونحن ننتظر، يعني الزجاجة إذا لم يملأها الماء يملأها الهواء. وبعد 10 أيام تقريباً من الانقلاب عقد الرئيس هادي اجتماعاً ولم يصدر عنه شيء، وفي اليوم التالي عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في مقر السفارة اليمنية، وكذلك لم يرشح عنه ما يرقى لمستوى الحدث. وبعد تردد أصدرت هيئة رئاسة البرلمان بياناً تضمن ما يمكن اعتباره نقاطاً مشجعة، لعل أهمها تحذير التحالف من مغبة انحرافه عن أهدافه، ويطالب الرئيس هادي باستخدام صلاحيته الدستورية ومراجعة العلاقة مع التحالف. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. معنا عاصم الخضمي من تعز، مرحبا بك عاصم، مساء الخير. حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بك عاصم، كيف تنظر لما حدث في عدن، وكيف من وجهة نظرك يمكن أن توصف ما حدث؟ ما حدث في عدن هو انقلاب، تمام؟ وهو ياتي في سياق ما تمارسه دول التحالف من تعدي فائق على السياده الوطنيه منذ اكثر من عامين. نعم، عاصم، اذا هذا ما حدث كما تصفه بالانقلاب، كيف سيلقي بظلاله على اوضاع البلد ككل وخاصه معركه استعاده الدوله؟ كيف سيؤثر على المعركه الكبرى، معركه استعاده الدوله؟ للأسف يعني كل ما يعني كان في الفترة الأخيرة كنا الدنيا تحسنت، كان الأوضاع في عدن يعني الدولة استقرت نوعا ما، فكانت مصالحهم تسير بشكل جيد وكانت الجبهات، لكن للأسف الشديد الانقلاب الأخير حطم كل الآمال التي كان معول عليها، فأصبحت الآن الحرب داخلية وأصبح الحوثي هو المستفيد وهو يتحدث باسم الوطن للأسف الشديد يعني. نعم عاصم، أنت تعيش في تعز أليس كذلك؟ نعم. كيف تؤثر ما جرى في عدن على الأوضاع في تعز؟ هل ستتأثر تعز بما يجري في الجنوب في الجوار منها؟ نعم تأثرت. أولا يعني تم ترحيل ألف الشماليين من داخل عدن وإلى تعز، ونفس الوقت حدثت أحداث منذ أسبوع هنا بتعز في ريف تعز، أنا كوني متطبق في تعز هنا، يعني حدثت مآسي حتى أنه حصرنا داخل بيت لمدة يوم
وبسبب تبعاته ما حد عدم يعني احنا في تعز لتعز حرب اشتباكات وظلنا محاصر اليوم كامل يعني اول مره نحاصر قيل استعد التربه. نعم عاصم بعد ما حدث لعلك كنت مطلع ان الحكومه الشرعيه قامت بايقاف خدمات بعض المرافق الحكوميه داخل عدن والجنوب عامه، كيف تنظر انت كمواطن لهذه الخطوه من قبل الحكومه الشرعيه؟ هل من المسؤوليه الاخلاقيه ان يتم معاقبه المواطنين؟ لا يجوز الان لا يجوز ما حدث انه توقف المرافق الحكوميه داخل وزاره الخارجيه والداخليه والنقل، هذا يؤثر على المواطنين خصوصا الجوازات، لان صعب في عدم الجوازات مغلقه اذا في جوازات، والمواطن بالاخير هو ضحيه لما اتخذوا الشرعيه من قرارات وما تمارسه جماعه الحوثي وجماعه الانقلابيين، بالاخير يعني المواطن هو الضحيه فيما يحدث الان، المواطن البريء الذي لا علاقة له بالحرب. نعم عاصم، إذا ما تحدثنا على حركة التنقل بين المحافظات الشمالية والجنوبية والوسط خاصة الآن، كيف هي الطرقات عاصم من تعز إلى عدن؟ هل هنالك تنقل ما بين تعز وعدن؟ كيف هي الطرقات؟ كيف هي حركة التنقل؟ طبعا من تعز إلى عدن تمام، يعني فالآن الصحة أصحاب الفريضة يقولوا إذا معك بطاقة ومعك عمال يطلع معانا ما حد يرجعك، يعني تحسنت، لكن خلاص طبيعي ماشي حاجة، أصبح الدخول عادي إذا كان معك إثبات هوية. للأسف الذين تم ترحيلها من عدن كانوا حتى بدون بطايق فشلوهم على طول، حصلوهم حجة أنهم بدون أي إثبات هوية، أما الآن اللي معه هوية ومعه أي حاجة حصل المعلومات اللي وصلنا إذا كان هم جلوسوا في المناطق الجنوبية يعني للضرورة أو لشيء مصلحة يعني عمل وزي كذا، هذا عادي نسمح. نعم، إذا عاصم الخدمي كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من شبوة معنا معين الفقيه، مرحبا بك معين، مساء الخير. أهلا وسهلا وأهلا بقناة الفقيه. معين، بما أنك من أبناء الجنوب، من وجهة نظرك صف لنا ما حدث في عدن. والله في حقيقة الأمر ما يجري في عدن والعنوان المشهد العريض اللي في عدن انه نتيجه طبيعيه لتباين الاهداف القوى السياسيه المشاركه في مشروع استعاده الدوله او الشرعيه، يعني نحن نعرف ان هناك اهداف معلنه واهداف غير معلنه. الهدف المعلن اللي تشارك تحته القوى السياسيه في الشرعيه وكذلك قوى التحالف هو استعاده الدوله وانهاء الانقلاب الحوثي في صنعاء، لكن طبعا نحن نعرف ان كل قوى سياسيه لها اهداف غير معلنه. سواء في الداخل او في الخارج، على سبيل المثال في الداخل نحن نعرف ان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي هو امتداد للحراك الجنوبي، نعرف ان له اهداف غير معلنه وهي استعاده الدوله الجنوبيه وبين قوسين الانفصال. وبالنسبه لاهداف الغير معلنه للتحالف العربي دخول اليمن تحت الوصايه ناهيك عن الاطماع الاقتصاديه، هذا هو الذي اوصل الوضع في عدن الى هذا المشهد، يعني تباين واختلاف الاهداف التي في تقاتل من اجلها القوى السياسيه في الداخل وكذلك قوى التحالف العربي اداء الانفجار والوضع في الجنوب. نعم معين، انت انا بالنسبه لي اوصف انه ما حصل كما يوصفوه انه انقلاب على الحكم الشرعيه، يعني معروف. نعم معين، انت كجنوبي هل ما حدث في عدن يمثلك؟ هل المجلس الانتقالي هذا يمثلك كجنوبي، يمثل امالك، تطلعاتك، او حتى قضيتك باستعاده الجنوب ان كنت من اصحاب هذه القضيه؟ انا اصحح لك معلومه اختي الكريمه، انا لست جنوبي، انا ساكن في الجنوب، انا لست جنوبي، نعم. انا من الشمال بس ساكن في الجنوب. اذا انت بالنسبه للخطوات التي قام بها المجلس الانتقالي في الجنوبي في الجنوب، نحن نعرف ان هناك اراده شعبيه في حقيقه الوضع في الواقع، هناك اراده شعبيه تقف خلف المجلس الانتقالي، لكن بالاخير الاجراءات التي قام بها هي اجراءات يصفها البعض انها طائفه، بغض النظر عن الاراده الشعبيه القويه او عن استحقاق المطلوب يعني اللي يسعى وراها المجلس الانتقالي. معين شكرا للتوضيح، انك من ابناء الشمال الذين يسكنون في الجنوب، اريد ان اسالك كيف تاثرتم بما حدث في عدن؟
الخطوة لم تأثر من القضايا في عدن، من لأن حمى المشهد في شبوة ليس كما عدن. هناك تفاهمات كبيرة في شبوة بين الفصائل، يعني القوى هنا الموجودة في شبوة سواء كان مجلس انتقالي والشرعية، بين النخوة الشبوانية والجيش الوطني. هناك تفاهمات كبيرة لم تأثر بهذا، ما عدا يعني التأثر اللي يمكن أن يأتي من عدن من ناحية الخدمات. نحن مثلا في شبوة نعاني في هذه الأيام من تقطع الكهرباء من عدم الديزل اللي يجي من عدن. لا نعلم ما مصير الرواتب بالنسبة للمواطنين هنا، يتساءلون ما مصير الرواتب. الآن البنك المركزي أعتقد تحصل إشكالية في عمل البنك. نعم أكيد، يعني هو يؤثر بشكل عام يعني ما يحصل في عدن على كل المناطق. نعم، إذا تأثرتم من ناحية الخدمات. معي الفقيه، كنت معي من شبوة، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا الآن من أبناء الجالية اليمنية في فرنسا الأخ هادي الأهدل. مرحبا بك هادي، مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك هادي، رأيك بما حدث في عدن؟ والله رأيي أعتقد أنا أنضم إلى اليمنيين بشكل عام. كلنا مغتاظين مما حصل، وكارثة يعني تقوض وجود الدولة ووجود الشرعية ووجود التحالف بشكل عام يعني. وهذا ما أعتقد يعني أنه ما حصل في عدن هو جريمة تضاف إلى الجرائم التي قامت بها الإمارات وبما رأوا مسمع من السعودية، والسكوت وصمت مريب من قبل الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي. طيب هادي، كلنا يعني اكمل وجهة نظرك. ما سمعتك عفوا. قلت لك الآن مثلا أنت كمواطن يمني كيف ترى للأوضاع والتحركات الأخيرة في الجنوب؟ هل تصب بصالح القضية الجنوبية؟ هل فعلا ما يقوم به المجلس الانتقالي هو انتصار للقضية الجنوبية واستعادة حقوقهم كما يقولون، أم العكس؟ والله أنا القضية الجنوبية لا، بالعكس، هذا ضد مصلحة القضية الجنوبية بشكل، لأنه فصيل واحد فقط هو اللي يسيطر على المشهد الآن في عدن. لو كان مثلا قلنا أنه الأشخاص اللي الآن ماسكوا السلطة وماسكين عدن بدعم خارجي أجنبي مثلا وحاولوا يسيطروا بالقوة، فما أعتقدش أنه، لأنه في فصائل كثيرة من الحراك الجنوبي معترضين على ما حصل في عدن، وهذا باين من خلال لقاءات من خلال القيادات التي مثلا شاهدها على التلفاز، انهم غير راضيين على ما حصل في عدن، وخاصة انه كل المسؤولين من ابناء المناطق الجنوبية، فالرئيس عبد الرب منصور هادي من الجنوب، الوزير الداخلية، اغلب الوزراء، السفراء في الخارج كلهم من ابناء الجنوب. يعني ما اعتقد ان بالعكس هذه ضد مصلحه ابناء الجنوب بشكل عام، وتاخر مثلا من الاصلاح السياسي في اليمن، ومن التاخر من مثلا حسم المعركه في الشمال، والان يعني اي يوم يكون في احداث ما سوى في اليمن اعتقد نتاخر مثلا اشهر وسنين يعني الى الوراء، واليمنيين يبعدون يعني في هذه الطريقة، نبعد عن طريق السلام بشكل كامل وتراجيدي مأساوي يعني. فنأسف لما حصل، وأنه المؤسف في الموضوع أنه التي تقوم بهذه أيادي يمنية تقتل بأيادي يمنية وبدعم خارجي لأجندة مش فاهمينها، يعني بالرغم أنهم أخوة نعتبرهم أشقاء مثلا في الإمارات. فما لا يعني المصالح قد تكون يعني تستطيع اي دوله ان تبني مصالحها مع دوله جاره وشقيقه، لكن للاسف لم نفهم الان الموقف الاماراتي ولا حتى تالف الان موقفهم مخيب. والجنوبيين كانوا ممكن اعتقد انه اليمنيين كانوا متعاطفين بشكل كبير جدا جدا مع اليمنيين، مع ابناء الجنوب، خاصة بعد
قبل الثورة وبعد ثورة 2011 فنوفمبر فبراير 2011، فأعتقد أنه الآن بدأ اليمن بشكل عام ما زال أغلبية اليمنيين يفهمون ومتفاهمين للقضية الجنوبية ومتفاهمين لما يحصل يعني للأخوة الذين ناضلوا من أجل الوصول من الحصول على حقوقهم. لا أعتقد أنه الانفصال الذي يدعو إليه مثلا هاري بن بوريكا هذا أو قيام الدولة الجنوبية قد مثلا ينتج عنها مثلا جلب الحقوق للجنوبين. أنا أعتقد أنه بالعكس على ذلك ستؤدي إلى كوارث، وأعتقد أنه سيكون هناك فيه حروب والاستقواء بالقوة الخارجية. أعتقد لا يمكن أن يكون مثلا الطريق السليم للحصول على الحقوق وتثبيت مثلا أسباب السلام في المناطق الجنوبية. نعم. لأنه يعني الكل يعرف أنه اليمن لازم أن يكون موحد كي يكون قوي وكي يكون مثلا له مكانته الإقليمية واحترامه واحترام اليمن كتاريخ على مستوى الإقليم والعالم. صحيح. هادي الأهدل، شكرا جزيلا لك أنك كنت معنا في هذه الحلقة، شكرا لمشاركتك معنا. اتصل آخر من أيضا من الجالية اليمنية في الصين، صالح أبو عسر. مرحبا بك صالح، مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير عليك وعلى جميع المتابعين للقناة وللبرنامج. أهلا بك. أهلا بك صالح. صالح، رأيك مما حدث في عدن، ومن المستفيد مما يحدث الآن في المناطق الجنوبية؟ في الحقيقة ما يجري في عدن والمناطق الجنوبية للوطن بشكل عام هو نتيجة طبيعية لوجود شرعية هشة وديكورية تدعي تمثيل السيادة على البلد وإدارة مؤسساته، فيما هي في الحقيقة عاجزة عن اتخاذ أي قرار أو إدارة أي مؤسسة. هذا طبعا بالاضافه لاطماع اماراتيه هي قديمه، يعني الاطماع الاماراتيه لاستغلال موارد المناطق الجنوبيه للوطن بما يدعم الوهم الاماراتي في جعل الامارات لاعب جيوسياسي مؤثر في المنطقه. يعني هذا كلها اسباب واضحه، يعني فبالتالي وجدت الامارات ضالتها يعني في هذا الكلام. السبب الاخير الذي هو وجود رغبه اماراتيه سعوديه في اغراق اليمن في مزيد من الفوضى والتشرذم. نعم. والسبب بسيط، يعني انه حتى يثبتوا لشعوبهم نظريه الربيع العربي كان خطا، وان الثوره على انظمه الحكم هذه تولد شعوب مفتته، تولد يعني المناطق بلا دوله. هذه طبعا هذه الاسباب الرئيسيه يعني من وجهه نظري ومن وجهه خبر يمن تاكيد متابع وقريب من الوضع. نعم. ورأيك يا صالح بموقف الحكومة والآن في ظل هذه الظروف، ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة؟ هل سيستمر صمتها وموقفها السلبي أمام تداعيات الأحداث وسقوط المحافظات الجنوبية الواحدة تلو الأخرى؟ والله شوفي، في الحقيقة ما كانت الشرعية في يوم من الأيام أو الحكومة الحالية ما كانت تمثلنا بدءا من أن سقطت العاصمة في 2014 أردناها أن تقف في وجه الميليشيا، فكانت موقفها سلبي جدا وخرجت الحكومه بموقف انه نقف على مسافه واحده. ثم في 2015 عندما استعانت بالتحالف اردنا ان تكون العلاقه علاقه نديه، علاقه يعني دوله طلبت مساعده من جيران بما يعني مجرد مساعده في مع الاحتفاظ بالسياده، فايضا خذلتنا في ذلك. حاليا حقيقه موقف الحكومه الشرعيه والقائمين عليها لم نعد معولين عليه كثيرا، لكن ما زال هناك فرصة، ما زال هناك إمكانية لأن تكون الحكومة أكثر شجاعة، لأن تكون لغتها واضحة وصريحة بعيدا عن المواربات والكلام المطاطي الذي ليس له معنى. يجب أن يخرج الحكومة وببيان واضح مفاده أنه خلاص نحن طلبنا مساعدة من التحالف لمجرد القضاء على الانقلاب الحوثي في الشمال، فإذا بالتحالف يخرج عن مسار هذا الاتفاق فخلص نسحب دعوتنا، وبالتالي نحن كيمنيين قادرين إما أن نحسم موضوعنا الداخلي بأنفسنا. فبالتالي من وجهة نظري الخيارات المتاحة الآن أنه أولا إصدار بيان حكومي بإعفاء الإمارات والسعودية من المشاركة في السعادة الشرعية. هذه لم تعد استعادة شرعية بل باتت تفتيت وطن، باتت في الحقيقة عدوان حقيقي على الممتلكات الوطن ووحدته. هذا باختصار يعني الموقف يجب أن يكون في هذا الاتجاه. نعم صالح، وكيف سيؤثر كل ما حدث على سيلقي بظلاله على البلاد ككل ومعركة استعادة الدولة؟
والله شوفي يا أختي، موضوع ما الذي سيحدث في البلاد لن يحصل مما هو أسوأ حاصل الآن، مهما كان الذي سيحصل لن يحصل مما هو أسوأ. يعني ما الذي بكي معنا لنفقده أصلا؟ يعني أيش الشيء الذي باكي معنا حتى نفقده أو نخاف من فقدانه؟ وطن تم فعلا شرذمته، شرعية ظلينا نتغنى باستعادة الشرعية، حاليا التحالف هذا هل يدعم الشرعية؟ لم يدعم الشرعية، بالعكس محارب للشرعية. أنت كمتابع الآن التصريحات الرسمية حتى من الإماراتيين والسعوديين الآن كلها تصب ضد الشرعية، لا معه. أنا مع الآتي، إنه فيما يتعلق حتى لو انسحب التحالف الإماراتي السعودي، نبدأ في تكوين نوى حقيقية لمحاربة الانقلاب، سواء الانقلاب في الشمال أو الانقلاب في الجنوب، تحت ظل راية واحدة ومشروع واحد اسمه دولة نظام وقانون، دولة الجميع اليمنيين، دولة تحكم الجميع. هذا المشروع الوحيد والخيار المتاح حاليا. نعم، إذن صالح أبو عاصي كنت معنا، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة بعض الآراء التي وصلتنا عبر الواتساب. الشارع اليمني لديه خيبة أمل جراء تعامل الشرعية إزاء هذا إزاء الانقلاب الذي حدث في عدن. أيضا بعد 5 سنوات من الحرب ضد ميليشيات الحوثي، نجد أنفسنا أمام انقلاب آخر في عدن، بالطبع ذلك يؤدي إلى خيبة أمل من التحالف أيضا ومن الشرعية. الأحداث التي حصلت في عدن أحداث مفتعلة ومؤامرات دولية، أول متورط فيها هي دولة الإمارات. أما دور الشرعية في عدن فهو أصبح دور ضعيف بسبب التهميش الذي تعرضت لها قيادات الشرعية هناك من قبل المؤامرة التي عد لها مسبقا مثل هذه، وقد سيطرت هذه العصابات على مفاصل الدولة في عدن، المؤسسات العسكرية والمدنية. ويجب علينا كشعب يمني واحد الاصطفاف صف واحد لإنهاء هذه المؤامرة والعصابة التي قامت بالتخريب في الوطن ومحاولة تقسيم الشعب اليمني. انقلاب بكل المقاييس فهو لا يقل شانا عما حدث في 21 سبتمبر في صنعاء. قالوا ايش الحوثي قايل لاغراض في صنعاء وراجع، وما حدث في عدن هو نفس الشيء، واكيد سيكون انقلاب. كيف تقيم اداء الشرعيه؟ اداء الشرعيه طبعا ركيك جدا وضعيف جدا، ويفترض كان انه يكون في موقف قاد من القياده السياسيه ممثله بفخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي، بالمستشارين، بالاحزاب، بمنظمات المجتمع المدني وغيره. طبعا ايضا التحالف طبعا يعني تغير، حتى نستطيع اقول انه استوى الى تحول الى تخالف، بدل ما يدعم وحده الشعب هو جاي بذريعه دعم الشعب اليمني ووحدته، اصبح يفرق، اصبح هو من يدعم المجلس الانتقالي وغيره، الامارات لاعيبه ومكشوفه للجميع. كنا نأمل ولا زلنا نأمل في الحكومة والشرعية فيما حصل من انقلاب ناعم على الشرعية وعلى المحافظات الجنوبية من ما يقوم به المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كنا نأمل أنها من التحالف الصدق التي أتت لتنقذ اليمن، ولم ندري بهذا الاحتلال الغير معلن وغير مصرح به. ولكننا لازلنا ونناشد ونطالب رئيس الجمهورية والحكومة بالإعلان الصريح أداء الشرعية أداء هزيل وأداء ضعيف في عدن خاصة منذ 3 سنوات ونتائجها. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض الآراء التي وصلتنا عبر الواتساب. معنا الآن من الحديدة هارون وهان. مرحبا بك هارون، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا بكم. أهلا بك هارون، رأيك بموضوع هذه الحلقة، ما جرى في عدن وأبين والأوضاع في الجنوب؟ أختي العزيزة، ما حدث في عدن هو ما يعتبر تنفيذ للجزء الثاني من الخطة التي تم إعدادها مسبقا للانقلاب على اليمن كبلد وعلى الشرعية كقيادة لوطننا الحبيب. ما حدث هو انقلاب مكون من مكونات التحالف العربي. أنا شخصيا أحمل التحالف ككل هذه المسؤولية ما لم
ما لم يعد الوقت إلى ما كان عليه من قبل. الإمارات دعمت المجلس الانتقالي لتنفيذ هذه الخطة، وإن أسف التنفيذ ما زال مستمر رغم هذا الاستنكار الدولي، رغم هذا الإجماع الوطني، إلا أن التنفيذ ما زال مستمر لمواصلة هدم اليمن كبلد. لا أدري هو شعور بالنفس أو غيره يعني. نعم هارون، أنت كمواطن يمني مهتم بالأوضاع ومتابع، برأيك هل ما حدث فعلا كان بمعزل عن السعودية أم كان بموافقتها وبرضاها وعلمها؟ السعودية هي من تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولا يمكن أن تكون خارج نطاق المسؤولية بأي شكل من الأشكال. هي تتحمل بهذه الصورة أو بشكل آخر، هي جزء، هي قاعدة التحالف وتتحمل المسؤولية عن قيام مكون من مكونات التحالف بتدمير اليمن. من سنحمل المسؤولية إذا لم تتحملها قيادة التحالف؟ نعم هارون، الآن المواطنين في المناطق الجنوبية، ما التحدي الذي يفرضه هذا الواقع على المواطنين في هذه المناطق في ظل هذا التشرذم وغياب الجهة التي يمكن أن تحفظ لهؤلاء المواطنين، توفر الخدمات وتراجم المسؤولية بين الجهات ما بين الرياض والداخل؟ الناس بشكل عام يسعون الى الاستقرار، يحبون الامن والامان، لا يتوفر ذلك الا بوجود الدوله. السكان المناطق الجنوبيه في اليمن الحبيب يتبرمون من الوجود الاماراتي من سنوات دخولا محلى وعدل. لا 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 لا, 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 لا لا يحبذ الناس السكان العاديين وتواجد الإمارات في هذه المناطق ومشاريعهم على الإطلاق، وهم متضايقين جدا 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 من هذا، لأنهم يشعرون ويعلم الجميع بأن التواجد هذا تواجد لغاية وهدف، ويقابله سوء تعامل على الأرض مع كل الناس، لا أحد يشعر بالارتياح. نعم إذن هارون وهان، كنت معنا من الحديدة، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، هناك اتصال آخر من حضرموت، معنا أحمد شهاب. مرحبا بك أحمد، مساء الخير. أهلا وسهلا بك أختي. أهلا بك أحمد، أنتم في حضرموت، ما هو تعليقكم، ما هو تعليقك أنت كأحد أبناء حضرموت وموقع حضرموت مما يحدث من الأحداث في عدن وأبين والمناطق المجاورة لكم؟ طبعا نحن في حضرموت منتظر رجع حضرموت اتجاه الرجعة، وليس من أبناء حضرموت، ولكن نجيب ما هو مطلعات وما نعرف من أرض في أرض الواقع. تمكنت قوة التحالف بإنشاء الآن حاليا بإنشاء ثلاث دول في اليمن خلال 5 سنوات بعد بذل الجهود وثلاث ميليشيا بعد الجهود الكبيره وما تمت في الانشاء. فقد العظم يحكم الله ما تمت الصور لنا في الايام القادمه. اذا كان ولا بد من قصف جرائم الامارات توجد التركيز على جرائمها في حق اليمن ارضا وانسانا الذي يجب ان نقاضيها عليها ما تمت بها حاليا في اليمن. لم يترك لنا التحالف حتى فترة صغيرة نستطيع من خلالها أن نلتمس لها الأذن، خاصة في أحداث عدن الأخيرة. نعم أحمد شهاب، كيف ستؤثر الأحداث هذه على المواطنين ومن يتحمل الآن مسؤولية توفير الخدمات للمواطنين في هذه المناطق؟ الآن بات الطرفين يتقاذفون المسؤولية، التحالف قصدي الحكومة الشرعية في الرياض عطلت بعض المؤسسات في الجنوب والمجلس الانتقالي يدين ذلك، والجميع يخلي مسؤوليته ويتخلى عن مسؤوليته الإخلاقية نحو الناس. يا أختي العزيزة، أريد أن أوضح شيء، كلما طالت الحرب هذا جبت لنا جماعة وميليشيات متمثلات وكل الناس يشتوا نصيبهم. نعم. وكلما تأخرت بتزيد الكوارث،
في غسل عقول الناس وأطفال وأطفالهم، وهذه كارثة بكل المقاييس في الشمال. تمام. نعم. وعافي وعافي أرض الشمال كل أنواع الفساد، وقصد كل أنواع الجرائم، وقصد كل أبناء الشمال. على سبيل أعتقد الأحمر وقصد الأبناء يقولون سجلوا السجون الحزبية تكتظ في الزحام المعتقلي والأحمر. نقول لقيادتنا الصقوائيه السياسيين وكذلك تقول الميليشيات الاماراتيه مكتظه تستقبل المعتقلين والاحرار الذين قادوها حاليا عدم في المناطق الجنوبيه بكل يستمتع بهم بكل الاحتياج. ميليشيات الحزام الامني تدعم الامارات حاليا تمكنات اخر من في ارض الجنوب وتمكنات كل وقت الدوله ويتمها بكل مباني وكل مؤسسات الدوله في عدن وفي العبيد وفي كوبا حاليا. نعم اذا احمد هذا 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 كل الميليشيات في عدن وفي 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 عدن وفي شبوه هي مدعومه من الامارات حاليا ومن التحالف راسا. نعم. هذا الامر هو تاخير الحكم ويعود على قيادتنا. نعم. لما طال الحرب خرج السبب على الامارات ان تفرض هيبتها وتريد ان تحكم ان تحكم في الارض الذي عايشين به. والحكومه الاصليه حكومه ابو عين عبد الملك والقياده العليا قاموا في الامر عليه ولم يحسموا الامر ولم يعتذروا من انقلاب الحكم في المنطقه الشماليه وفسادهم. اصبحت اليمن مجرد دوليات واصبحنا غرباء ومغتربين في اوطاننا. خرجت ميليشيات الحزب المتحكمين من ايران واستولت على نصف اليمن وفعلت كل الجرائم. والان خرجت ميليشيات ايضا في الحزام الامارات خرجت في بعض مناطق الجنوب قتلت الجرذات كل في ارض الجنوب. هؤلاء الميليشيات المتحكمين من الامارات ولكن القياده الحزبيه لم تحاربتك حتى الان ولم تتواجد على الارض لكي تجرب بيد الحديد على هؤلاء الميليشيات القذره الذين يريدون ان يمزقوا المشرق الاجتماعي في ارض الوطن. حسرة وندم على أرض الحضارة. نعم. الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا لك أحمد تتكلم بحرقة. نعم أحمد تتكلم بحرقة وهذا هو وضع الجميع للأسف. أحمد سأنهي معك المكالمة لأنها غير واضحة، يبدو أن الاتصالات غير جيدة، لم نتمكن من سماعك بالشكل الواضح حتى، ولكن وصلتنا أفكارك وصلنا شعورك، وصلنا بالطريقة التي تتحدث بها بحرقة بالغة. شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة أحمد شهاب، كنت معي من حضرموت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نذهب الآن لاستطلاع آراء الناس حول الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي ثم نعود لاستكمال استقبال اتصالات هذه الحلقة. أول تعليق كان من سهام الزرنوقي، قالت سهام الشارع اليمني ما بين مؤيد ورافض وبعض المؤيدين لا يتفقون مع الانتقال في أشياء كثيرة وأغلبية الشارع اليمني يبحث عن لقمة العيش ليس إلا ومن قدمها له مع شيء من الأمان نال رضا. إذا كان هذا رأي سهام وهذا هو فعلا حقيقة الوضع. محمد الواصل يقول محمد صنع حالة من اللا استقرار لتتمكن الإمارات من تحقيق كثير من مخططاتها داخل اليمن، من هذه المخططات الاستيلاء على ميناء عدن أو تعطيله. إذن من تعليقات الناس ومشاركاتهم، عبد الباسط زهير قال عبد الباسط سبب الأحداث هو غياب الدولة الشرعية وحضور متلاعب من السعودية والإمارات هي الداعم الأساسي للفوضى، نرجو أن تتم الإجراءات على إدانة الإمارات لدعم الإرهاب وإلا ستكون ردود الدولة متأخرة وفاشلة. وإذا كان الاجتماع نتائجه شكر السعودية وتثمين دورها ومسمى ما يحدث في عدن تمرد وليس انقلاب، فهذا يدل على ضغوطات واضحة وعرقلت ما يجري. من الأكيد أن المستفيد من دستورية هادي هم السعودية والإمارات، والمعروف أن سبب الضغط على هادي لكي تتجاوز الإمارات الإعفاء من التحالف. رأي أخير من صالح أبو عسر يقول صالح ينظر المواطن اليمني لما يجري في عدن بأنه ضريبة للسماح لأصحاب المشاريع التوسعية بالتدخل في الشأن اليمني، ضريبة الاستنجاد بتحالف يرى حاجتك له فرصة ثمينة لاستغلالك.
تبهرنا آراء الناس سواء بمشاركتهم عبر الاتصال أو أصيل. نعم إذا معنا الآن اتصال من أصيل القاضي من أبناء الضالع مقيم في تركيا. مرحبا بك أصيل. مرحبا أهلا وسهلا. أهلا بك أصيل. بما أنك من أبناء الضالع رأيك مما يحدث، هل تحركات الانتقال وفعالية الأخيرة تعبر عن الشعب الجنوبي، هل تصب بصالح قضيته؟ بصراحة ما جرى في عدن وهو يجري الآن في بعض المحافظات الجنوبية مقلق للجميع في المحافظات المحررة، لأنهم وصلوا وبعد 5 سنوات إلى قناعة سلبية من التحالف العربي. ما جرى صحيح أنه انقلاب على الشرعية وعلى كل أهداف التحالف العربي من قبل المجلس الانتقالي، لأنه بدعم مالي ولوجستي وعسكري وتعاون من دولة شريكة بالتحالف نفسه وبشكل مفتوح أمام العالم وبتواطؤ سعودي عبر اتخاذ موقف الحياد والضغط على الحكومة الشرعية بتسليم مؤسسات الدولة مع تسليم القصر الرئاسي بواسطة السعودية. تلا ذلك دعوات من قبل الأخوة في السعودية لوقف إطلاق النار بعد أن سيطر المجلس الانتقالي إلى هذه اللحظة، يشكل موقف السعودية موقف سلبي على الرغم من أنها هي المفترض بأنها تقف الوقفة الجادة مع كل أهداف التحالف والتي سعى من أجلها إلى الآن، إلا أننا كأبناء في محافظة الضالع أصبحنا الآن نعيش في تشتت، يعني الحوثيون على أبواب محافظة الضالع ونحن في مناطق أخرى يظل هذا الصراع الذي لن يؤدي إلى حل قريب عاجل. أعتقد بأن المشاريع القادمة مشاريع مخيفة، مشاريع لا تطمئن، خصوصا أننا نعيش وضع كارثي أمام ميليشيا الحوثي التي لم يستطع التحالف والحكومة الشرعية بالانتصار عليها إلى الآن وإلى هذه اللحظة، ونحن نعيش لحظة سيئة من سيء إلى أسوأ أعتقد. نعم أصيل، الآن في ظل هكذا أوضاع رأيك بموقف الحكومة الشرعية مما يحدث، خاصة أنها تقيم في الرياض، ما هي الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع هكذا أوضاع وتخفيف الضغط السعودي على مواقفها وعلى تحركاتها؟ أعتقد الكل خدم المجلس الانتقالي، الكل ساعد في وصول المجلس الانتقالي إلى ما وصل إليه الآن. الإمارات تبنت هذا المشروع منذ 5 سنوات وهي تصرف عليه ولها أهداف كثيرة من هذا التبني، على رأس هذه الأهداف السيطرة على المواقع الاقتصادية والاستراتيجية. طبعا دولة الإمارات هي الآن هدفها اقتصادي، هي الآن تحاول أنها تعوض ما خسرته في اليمن عبر إرساء قواعد أو لعبة جديدة تظهر المجلس الانتقالي كقوة يستطيع أن يحاور أو يدخل في سلطة قادمة، هو الهدف هذا وليس الهدف الانفصال. طبعا الحكومة الشرعية وموقفها إلى الآن في مجلس الأمن هي تعتبر خطوة جيدة أمام هذا التواصل وأمام هذه الإدارة من قبل الإمارات ومن قبل المجلس الانتقالي، ولكنها خطوة لا ترتقي إلى المستوى. إلى الآن يظل المجلس الانتقالي يسيطر على بعض المحافظات والخطة أن يسقط كثير من المحافظات حتى ترضخ الحكومة الشرعية للوقوف أمام أمر واقع جديد يخول من المجلس الانتقالي أن يكون شريك أساسي وأقوى من الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية أعتقد بأن الخطوات هذه وإلى الآن اتخذت خطوات كان من المفترض أن تتخذها من قبل، وكان المفترض أن تمسك بزمام الأمور في هذه المحافظات من قبل، هي من حاولت ومن خدرت الشعب. الحكومة الشرعية خدرت الشعب وخدرت كل المواطنين بأنها موجودة ومتواجدة في هذه المحافظات، وتأتي هذه الأحداث لتظهر لنا عكس هذه النتيجة تماما. لم نكن نتوقع هذا، ولم يكن حتى الحكومة الشرعية والقيادات في الرياض
لم يكونوا يتوقعوا أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه. يعني لم يكن هناك رؤية استراتيجية ولم يكن هناك أي تخطيط واهتمام بواقع اليمن واليمنيين وبواقع الجغرافيا اليمنية من قبل الحكومة الشرعية. أنا كمواطن عادي وأستغرب، يعني إذا كنت أنا كنت أعرف هذه الخطوات وأعرف هذا المخطط من قبل، كيف برئيس جمهورية وبرئيس برلمان وبرئيس حكومة لا يعني مغيبون تماما عن هذا الملف؟ ما الذي جعل الحكومة الشرعية غائبة كل هذه الفترة عن اليمن واليمنيين بهذا الشكل لتتفاجأ بأنه يحصل هناك انقلاب وهناك انشقاق؟ صحيح، مشاكل كهذه. صحيح أصيل، لم يعد لدينا وقت كافي، ولكن نقطة مهمة أريد التركيز عليها هي الخدمات والمواطنين الآن في ظل هكذا أوضاع. المواطن البسيط لم يعد يهمه ما الذي يحدث، لم يعد يهمه أمور السياسة، هو فقط يحتاج من يوفر له الخدمات. الآن على من تقع مسؤولية توفير الخدمات للمواطنين ورسالة توجهها لجميع الأطراف؟ بالنسبة للمواطن هو المتضرر الوحيد دائما في كل مشاكل أو في كل يعني مأزق أو في كل خطوات تصعيدية من قبل التحالف أو من قبل مجلس الانتقال أو من قبل الحكومة الشرعية، هو المتضرر الوحيد. الأيام القادمة أيام لا تبشر بخير للمواطن اليمني، وقد ربما يعني بنكاية بالأطراف كل طرف نكاية بالآخر قد ربما تغيب كثير من الخدمات على المواطن اليمني التي أعتقد بأنها كانت شبه معدومة في الفترات السابقة. أنا أوجه رسالة للجميع بأن إذا لم تكن الحكومة الشرعية تعرف من الآن عبر التنبؤ أنها ستصل إلى نقطة وتستطيع أن تتغلب وتنتصر على هذه المشاريع، ما لم ترضخ للأمر الواقع من أجل المواطن اليمني وتسلم كل ما يمكن أن يخدم المواطن اليمني بشيء. صحيح. نحن الآن لا نستطيع أن نتحمل كارثة جديدة لكل اليمنيين سواء في المحافظات المحررة أو غير المحررة. صحيح. الخطوة القادمة يجب أن تتوحد الجهود ضد العدو الكبير، العدو الذي أسس لكل هذه المشاكل هو الحوثي نفسه، والتوجه نحو حسم المعركة مع الحوثي ما لم فنحن نعيش حالة قد ربما تقول حالة سيئة للمواطن اليمني في كل أرجاء الجمهورية اليمنية. نعم، واليمنيون الآن يعيشون في أسوأ مرحلة ربما في تاريخهم، ولم لم يعد لديهم إمكانية لتحمل المزيد. أصيل القاضي، كنت معي من تركيا وأنت من أبناء الضالع، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معي في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لمتابعة التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب. مستائين، مستائين بقضية عدن هذه. قضية عدن هي جزء لا يتجزا من أبناء تعز، والحكومة الشرعية حقنا يعني الراقدين رقد وصمت غريب غريب بشكل ما يتصور. ايش السبب لا ندري، ايش انها الحكومة حقنا راقد في الفنادق بالمملكة انه عملوا لهم شلاك، الا الله يعلم ايش الحاصل. ونحن اصبحنا تائهين، لا الا نحن نطلب الله زي الناس، ولا الا نحن يعني مستائين زي الكربة داخلنا، ما قدرناش نعمل اي شيء، لا نشتغل ولا ما في، الا كل واحد يتفرج على الثاني. ايش القضية؟ قضية مغمية، هل هو احتلال إماراتي؟ هل هو يعني الجزر حقنا؟ ما أدرينا إيش الحاصل، وهذا الشيء كله يعود على الشرعية حقنا. ما هو من شرعية، أين الشرعية؟ لا ندري أين رأسه من أرجله. أن مدينة عدن يجب أن تحتضن جميع الفئات أو المدن التي كانت مساندة للشرعية بشكل عام والمحاصرة، لأن هذه المدينة تسلحت، هذه المدينة دعمت، هذه المدينة تحررت، فهي المنطلق الرئيسي لمعارك التحرير، لابد أن تكون مساندة لهذا الدور. نأمل من حكومة الشرعية توحيد ولم الشمل في أي طريقة كانت، لأن مثل هذا المشهد لا يخدم اليمن ولا يخدم الوضع الحالي الذي نعيشه نحن في حالات الحصار والحروب. ميليشيا الحوثي مستمتعة أو يعني متقوية في هذا الأحداث مؤخرا، كون أن في التشتت ضعف وفي التوحد.
إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وبهذه الآراء القادمة من الشارع اليمني، والتي للأسف مليئة بالحيرة، بالإحباط، باليأس، بالترقب. نتمنى أن تحمل الأيام القادمة الخير للناس. إذن مشاهدينا الكرام، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول من طاقم العمل ومن زميلي في الإعداد الزميل وديع عطا. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.